بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل بقية النيماتود. وقلنا إن النيماتودز قسمناها لإنتستاينال نيماتودز وتشو نيماتود. الإنتستاينال نيماتودز which does not need intermediate host، يعني إيه مش بتحتاج intermediate host؟ يعني الإج هتنزل وهتبقى الإج هي الإنفكتيف ستيج على طول، سواء هي حصل لها embryonation في السويل أو كانت إنفكتيف على طول وما بتحتاجش intermediate host. يا إما تيشو نيماتود، والتيشو نيماتود بتحتاج intermediate host وغالبا بيكون أرثروبود أو حشر. فالانتستاينال نيماتود اتكلمنا المرة اللي فاتت على ثلاثة منهم، وهناخد النهاردة آخر واحدة فيهم. أول واحدة قلناها هي الأسكارس، الأسكارس لامبريكويد. رقم اتنين اتكلمنا عليها الانتروبيس فيرميكيلاريس، وبعد كده الترايكورس ترايكورا. آخر واحدة في الانتستاينال نيماتود اللي هناخدها النهاردة هي الهوك وورم أو أنكليستوما ديودينال. الأنكليستوما ديودينال أو الهوك وورم دي هتعمل ديسيز بسميه أنكليستوميزيس أو هوك وورم ديسيز. الجيوغرافيكال ديستريبيوشن بتاعها موجودة في تروبيكال أند سب تروبيكال كانتريز، يعني في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية. طيب الهوك وورم عاملة ازاي؟ هي برضو حوالي 1 سنتي، هي بارازايت صغيرة مش كبيرة، سلندريكال وورم طبعا عشان احنا في نيماتودة، وهي حوالي 1 سنتي، والفيميل بتبقى لونجر شوية زان الميل، 1.2 سنتي. بس الهوك وورم زي ما انتوا شايفين في اخر صورة بتتميز بوجود ماوث كافيتي او بسميها بكال كبسول. بكال كبسول يعني ليها بق فيه سنان وفيه بليتس زي الضروس. ميزة الامبورتنس بتاعت البكال كبسول ده ان هو بيعمل ايه؟ بيعمل فيرم اتاتشمنت للميكوزة بتاعت الانتستين، يبقى بيمسك البكة الكبسول ده بيمسك في الميكوزة بتاعة الانتستين. اللايف سايكل بتاعة الانكليستوما ديودينال، الادلت عايشة في السمول انتستين اوف ذا مان، تنزل اماتيور ايجز في الاستول، المان بينزل اماتيور ايج في الاستول. الاماتيور ايجز ديت هيحصل لها under favorable environmental condition embryonation، يعني يتكون جوه الايج دي لارفا. اللارفا اللي هتتكون في الاول هي is not the infective stage، بس اللارفا هتهاتش من الايج، هتخرج، هيبقى هيحصل هاتش من الايج واللارفا هتخرج، بعد كده تتحول يحصل لها مولت into flary form larva which is the infective stage. يبقى تاني الادلت عايشه في السمول انتستين، بس لازم اقول عايشه في السمول انتستين وخلاص. في اليومن لا، هي عاملة attachment بالماوث كابسول للميكوزة، ماسكة في الميكوزة بالماوث كابسول بتاعها. فين الديفينيتيف هوست بتاعها؟ هو الإنسان. فالإماتيور إيج هتنزل في الستول under favorable environmental condition، هيحصل إن اللارفا تتكون جوه الإيج وتهاتش، بعد كده اللارفا دي يحصل لها مولت، يعني تتحول into flary form larva which is the infective stage. طيب المود اوف ترانسميشن بتاعها، هي الوحيدة الانتستاينال نيماتود الوحيدة اللي المود اوف ترانسميشن بتاعها penetration للانتاكت سكين او ميوكس ممبرين. يبقى ان هي هتعمل penetration للانتاكت سكين او الميوكس ممبرين. كلهم كانوا ingestion لأندر كوكد unwashed vegetables او ingestion لبوليوتد water، لكن هنا المود اوف ترانسميشن هيبقى penetration للانتاكت سكين او ميوكس ممبرين. ممكن تحصل من خلال drinking the undercooked polluted water. ده من خلال ايه؟ من خلال ان هي لما اعمل drinking لل polluted water يحصل penetration للميكوزة بتاعت الماوث بالflary form larva لو الوتر فيها flary form larva، لكن لو الوتر فيها egg لا، مش هيحصل لي الانفكشن لان هي not the infective stage. يبقى life cycle بتاعتها تاني، الحبيتات هي عايشة في small intestine attached to the mouth capsule attached by the mouse capsule to the mucosa. The definitive host بتاعها هو الهيومن. The infective stage the flary form larva. The mode of transmission ان الflary form larva ممكن تعمل penetration للسكن من خلال ان هي تخش من خلال hair follicles او pores فتحات even the unbroken skin، او ممكن تعمل له penetration. تمام؟ وقلنا ان في احتمال ان يحصل من drinking polluted water، ده لو حصل ان الفلاري فورم لارفا عمل penetration للميكوزا of the mouth. الادلت هنا عايشة في small intestine of the man، الامature egg نزلت في الفيسز، حصل لها embryonation في السويل، larva hatch، بعد كده حصل لها molt into الفلاري فورم لارفا
which is the infective stage. واحد ماشي حافي اهو، راحت الفلاري فورم لارفا اللي موجودة في الجراوند الموجودة في الارض عملت penetration للسكين of the foot، تمام، ودخلت جسمه علشان تعديه. هنشوف بعد كده هي هتعمل ايه، هت find its way to the circulation، من السيركيوليشن هتروح للرايت سايد اوف ذا هارت ومنها لللنج. نفتكر المحطه دي حصلت فين؟ حصلت في الاسكاريس. الترايكورس ما حصلش فيها كده، يبقى راحت الفلاري فورم لارفا عملت بينتريشن للسكين اوف ذا فوت اهي، بعد كده راحت داخله فايند اتس واي تو ذا سيركيوليشن، من السيركيوليشن راحت للرايت سايد اوف ذا هارت، ومن الرايت سايد اوف ذا هارت راحت لللنج. في اللنج بقى تروح من الالفيولاي للبرونكيولز للبرونكاي تراكي اند ايبيجلوتس تو بي سوالويد تو ريتش الفاينل هابيتات بتاعها اللي هو السمول انتستين علشان تتحول لادلت واللايف سايكل تكمل. طب الكلينيكال مانيفيستيشنز لازم اقسمها لثلاث محطات. اول مرحله هي مرحله البينتريشن اوف ذا سكين، تاني مرحله ان اللارفا راحت فلاري فورم لارفا راحت لللنج، تالت مرحلة هي الانتستينال مانيفستيشن وجود الادلت في السمول انتستين. يبقى لازم لما اجي اتكلم على كلينيكال بيكتشر اوف هوك وورم او اوف انكليستوما لازم اقسمها لسكين مانيفستيشن، بالمونري مانيفستيشن اند انتستينال مانيفستيشن. السكين مانيفستيشن دي ات ذا سايت اوف ذا بينتريشن هيحصل لي شوية اتشنج ودرماتيتس، يعني شوية هرش زي قرصة اي حاجة، بس هنا بسمي الاتشنج ده جراوند اتش او ديو اتش. يبقى السكين مانيفستيشن at the site of the larva penetration هيحصل شوية itching ودرماتيتس بسميها ground itch أو dew itch. البلمونري مانيفستيشن سببها وجود اللارفا في اللنج، هتعمل زي الأسكاريس بالظبط حاجة بسميها verminous pneumonitis أو لوفلر سيندروم، إن ممكن تبقى asymptomatic وتعدي، ممكن العيان يبقى عنده شوية كاف وديزنيا وهيموبسيز فيفر وارتكاريا وإزينوفيليا زي ما قلناها بالظبط في الاسكاريسيس. طيب الانتستينال مانيفستيشن سببها وجود الادلت وورم في الانتستين، وهنا الزياده ان هي عامله فيرم اتاتشمنت للانتستينال ميكوزا فهتعمل جاستروانترايتس. الجاستروانترايتس هنا متاخر ديفلوبد 6 ويكس افتر الانفكشن على ما عملت بنتريشن للسكن، وبعد كده حصل بالمونري مانيفستيشن واللارف اتحولت لأدلت والأدلت بدأت تمسك في الميكوزا، فحصلت 6 ويكس يعني بعد شهر ونص من الانفكشن. ايه الانتستينال ديستربنس اللي ممكن يحصل؟ نوزيا، فوميتنج، جاستريك ديسكومفورت، ممكن يبقى فيها دايري. اهم حاجة بتميز الانكليستوما هي الانيميا. ليه بيحصل معاها انيميا؟ اول حاجة احنا قلنا ان البكة الكبسول فيرملي اتاتشد للميكوزا فبيعمل ميكوزا الالسريشن وهيموريج، فده بيؤدي الى بلاد لوس. تاني نقطة ان الورم نفسها بتعمل ساكنج للبلد، وهي ماسكة في الميكوزا بتاعت الانتستين بتبتدي تشفط دم من الانسان، فسبب الانيميا هو البلد لوس نتيجة للسببين دول. اول حاجة ان الورم بتعمل ساكنج للبلد، وتاني نقطة ان الميكوزا الالسريشن وهيموريج ديو تو الاتاتشمنت اوف ذا بكال كبسول تو ذا ميكوزا اوف ذا انتستين. الدايجنوزيس بتاعها هو طبعا اي بارازايت موجوده في الانتستين هيبقى فايندينج ذا كاركترستيك ايج ان ذا فيسز ويز سام اكسبشنز، يعني مثلا زي الانتروبيوس فيرميكولاريس قلنا ان احنا مش هنلاقيها غير لما نعمل سوابنج للبريينا ريجن ان ذا مورنينج. عشان ليه؟ عشان الايج رير ان هي تنزل في الاسطول. ليه؟ عشان هي كفرد ويز ستيكي البومينس لاير، فالستيكي لاير دي ما بتخليهاش تنزل مع الاسطول. البريفنشن بتاعها هيبقى زي البريفنشن بتاع الاسكاريزس بس طبعا with some precautions مختلفة شوية. احنا هناك كنا بنقول ان احنا بنعمل ووشنج للفيجيتيشن و safe water supply والكلام ده، لا هنا هيبقى الوضع ان انا لازم اقول personal prophylaxis ان هما يلبسوا protective shoes و protective clothes لان سببها هو البنتريشن mainly. تاني حاجة health education in abstinence of walking barefoot and abstinence of the dedication in the ground، يبقى امنع ان العيان يمشي حافي وامنع ان هو يعمل defecation في الجراوند لان ده source of infection، ده source of eggs اللي هتبتدي تتحول لفلاري فورم لارف. sanitary disposal للهيومن فيسز، ودي قلناها فيهم كلهم لان الهيومن فيسز هو source of infection، ولو هستخدمه كفيرتلايزر لازم اعمل له fermentation. بعد كده mass treatment للinfected persons لأن دول السورس اوف الانفكشن، يبقى البريفنشن
هقسمه ل personal prophylaxis عشان ابقى ماشي، يبقى walking with wearing shoes و protective clothes. especially المين يا جماعة؟ especially ال high risk اللي هم ال gardening والناس اللي بتشتغل في المينز. بعد كده health education. health education ان انا هقول للعيان abstinence of حاجتين، همنع ان هو يعمل حاجتين، defecation في الجراوند و walking barefoot. بعد كده هنعمل sanitary disposal لل human feces، ولو هستخدمه كفيرتلايزر لازم اعمله fermentation. mass treatment لل infected persons لان دول source of the infection. تاني حاجة هنتكلم عليها هي التشو نيماتود. يبقى احنا خلصنا الانتستينال نيماتود وقلنا ان الانتستينال نيماتود which does not require intermediate host، وكانوا اربعة الاسكاريس، والاسكاريس ليها migratory stage، الانتروبياس فيرميكولاريس، والانتروبياس فيرميكولاريس ملهاش migratory stage بس كانت بتعمل genital tract manifestation، يعني بتروح هي الفيميل بتمايجريت لوكالي كده، هي موجودة في البيري انر ريجن، بتروح ل الجينيتال تراكت وتعمل فالفو فاجينايتس، وتعمل تروح لليورينري تراكت تعمل انيوريسيس ويورينري تراكت انفكشن. اتكلمنا على تالت واحدة كانت الترايكورس ترايكورا، ودي برضو ملهاش اي مايجريشن. اخر واحدة في الانتستاينال نيماتود كانت الهوك ورم، ودي زي الاسكاريس بتروح لللنج وبتعمل لوفرر سيندروم. طيب التشو نيماتود قلنا هناخد اتنين في التشو نيماتود، بس قلنا ان التشو نيماتود بتتميز بوجود لازم يبقى فيه انترميديت هوست، واول واحده هنتكلم عليها فيهم هي ترايكينيلا سبايرالز. ترايكينيلا سبايرالز هتعمل ديزيز بسميه ترايكينيليزس او ترايكينيليوزس، وساعات بنسميه ترايكينوزس، يبقى اي حاجه منهم صح. هو نفس الديزيز ده بس ليه تلات اسامي مختلفين، ترايكينوزس ترايكينيليزس اند ترايكينيلوزس. الجيوغرافيكال ديستريبيوشن هي وورلد وايد، بارتيكولارلي وير ذا بوك where the pork is eaten، زيها زي التانية سوليوم لو نفتكر، يبقى لازم افتكر من where the pork is eaten، يبقى الحاجتين دول مش هيبقوا موجودين في الاسلاميك كانتريز عشان احنا مش بناكل لحمة خنازير، ولازم افتكر ان البيجز لازم تبقى جزء من اللايف سايكل بتاعتها. intermediate host او definitive host زي ما هنشوف هنا. اللايف سايكل بتاعتها اول حاجة ان المان and the carnivores اللي هم البيجز والرات mainly act as a both definitive host و intermediate host. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل واحد من المان او الانيمالز هيشتغل كintermediate host و كdefinitive host، يعني الادلت واللارفي الاتنين موجودين في نفس الهوست. تمام؟ فاول حاجة هتكلم عليها هي هنبتدي بالمان. المان دلوقتي عنده الادلت عايشة في السمول انتستن. الادلت هنا oviparous ولا larviparous؟ يعني ايه oviparous ويعني ايه larviparous؟ oviparous يعني بتنزل egg، ولarviparous يعني الادلت بتولد larvae على طول مفيش egg. لا هنا الباراسايت دي هي larviparous، ده مش هجيب سيرة egg خالص، ما ينفعش اقول في Trichinella spiralis وجود egg، هي ملهاش egg، الادلت هتدي larvae على طول. فهل larvae هتنزل في الاسطول؟ لا هي larvae مش هتنزل في الاسطول. هو بعد الفيرتلايزيشن ما بين الميل والفيميل، الميل بيضاي والفيميل بتبتدي تبارو في الانتستينال ميكوزا، بتروح عاملة بنتريشن للانتستينال ميكوزا عشان تحط الاجز في الساب ميكوزا. تمام؟ عشان تبتدي تلاي سوري تلاي اللارفي في الساب ميكوزا، ومفيش اجز خلاص، احنا قلنا ان مفيش اجز، هي لارفي بيرس عشان تحط اللارفي في الساب ميكوزا. فاللارفي هتفايند its way to the circulation وتروح للديفرنت parts of the body. يبقى هي حطت لارفي، اللارفي دول هيعملوا penetration للcirculation يروحوا لdifferent parts of the body. أهمها هي الactive striated muscle. يبقى أهمها الactive striated muscle زي مين يا جماعة؟ زي التانج، زي الآي، زي الدلتويد، زي الديافرام، زي الانتركوستال muscles وهكذا. فهتروح يحصل لها إيه؟ يحصل لها إن هي تكبر في الحجم اللارفي دي وتبقى insisted. يعني إيه insisted؟ يعني تبقى في كيس مغطيها، في كيس حواليها، وقتها تبقى دي الانفكتيف ستيج. يبقى تاني الادلت عايشه في السمول انتستين بتاعه المان، افتر الفيرتلايزيشن ايه اللي هيحصل؟ الميل هيضاي، الفيميل هتبورو ديب ان ذا ميكوزا تو لاي ذا لارفي، اللارفي هتفايند اتس واي تو ذا سيركيوليشن
تروح لل different parts of the body، بس أهم مكان هتروح له هو ال active striated muscles علشان يحصل لها ان هي تكبر في الحجم وتلف على نفسها وتسكريت cyst wall to become encysted larvae وهي ال infective stage. طيب المان is infected ازاي؟ المان is infected by the ingestion لل undercooked pork اللي فيها ال infective stage اللي هي ال encysted larvae. طيب لو انا جيت اتكلم بقى على البيج على ان هو definitive و intermediate host، نفس الكلام بالظبط، الادلت عايشه في السمول انتستين بتاعته، هيبتدي الفيميل تحط تبرو ديب ان ذا ميكوز عشان تحط اللارفي، اللارفي تلف في السيركيوليشن تروح للماسلز بتاعته وتبقى انسيستد لارفي وهي الانفكتيف ستيج. يبقى المان هيتعدي ان هو ياكل الاندر كوكد بورك اللي فيها الانسيستد لارفي. طب الرات بقى يتعدي ازاي؟ ما هو الرات لا هياكل انسان ولا هياكل بيجز. الرات هيتعدي بان هو هياكل اذر رات بالكانيباليزم، تمام، او ياكل ديد بورك بس فيه الانسيستد لارفا، لان الانسيستد لارفا دي بتفضل فايبل سيفرال ييرز في الايه في الماسلز دي، تمام. يبقى الرات نفس القصه، بس هو هيتعدي ازاي؟ بان هو ياكل رات تاني. طب البيج بان هو ياكل رات او ياكل ايه ديد بيجز، ما هم بياكلوا ديد، ياكل ديد بيجز. المان هيتعدي ازاي؟ وده اللي مهم عندنا، ان هو ياكل اندر كوكد بورك containing the encysted larvae في المصل. قلنا ان الهابيتات الادلت عايشه في السمول انتستين، الديفينيتيف والانترميديت هوست هما الاثنين المان والكارنيفورز، اهمهم هو البيجز والرات. الانفكتيف ستيج هي اللارفا اللي انسيستد، لازم تبقى انسيستد في الاسترايتد مصل عشان تبقى انفكتيف. المود اوف انفكشن انجشن لرو او اندر كوكت بورك containing the incested larvae. دي اللايف سايكل اللي احنا شرحناها. بعد كده الكلينيكال بيكتشر هنقسمها لثلاثه برضو ستيجز. اول مرحله ان الفيميل تبتدي تعمل بنتريشن للانتستاينال الانتستاينال ميكوزا، فبسميها الانتستاينال او الانفيجن فيز. تاني مرحلة ان انا اروح الف في السيركيوليشن عشان اوصل للماسلز، فبسميها الماسل انفيجن ستيج. وتالت مرحلة هي الكونفاليسنس ستيج. اول مرحلة اللي هي الانتستاينال انفيجن فيز دي بتحصل من 2 لـ 7 ايام افتر الانفكشن، يبقى ان الادلت عايشة في السمول انتستين تبتدي تعمل بنتريشن انتستاينال وول، ممكن تبقى اسيمتوماتيك وممكن تعمل جاسترو انتستاينال مانيفستيشن اللي هي بقى نوزيا، فوميتنج، دايريا، ابدومينال ديستنشن اللي احنا خلاص قلناهم كتير، المانيفستيشن اوف جاسترونترايتس. يبقى الانتستاينال فيز تحصل من 2 لـ 7 ايام من الانفكشن، ممكن تبقى اسيمتوماتيك، ممكن يبقى معاها نون سبيسيفيك جاسترونترايتس. الماسل انفيجن ستيج بتحصل بعد 2 اسبوع من الانفكشن. الماسل انفيجن ستيج بقى نركز فيها، اول حاجه طبعا ان اللارفا بتلف، فممكن هتعمل ايه؟ اول حاجة هتعملها فيفر وهيدك، بعد كده هيبقى عندي اديمة مينلي اوربيتال اديمة، وهيبقى العيان عنده ليكوسايتوزس وازينوفيليا، هيخش في مسل بين وتندرنس، وده اهم مانيفستيشن عنده لان هي لازم تروح للاكتف استرايتد مسل، فهتعمل له مسل بين وتندرنس. بعد كده ممكن يحصل سيفير كومبليكيشن والعيان يموت. يموت من ايه؟ من انكيفالايتس، يموت من مايوكاردايتس، او من نمونيا. يبقى تاني المايجريشن ستيج او الستيج اوف ذا ماسل انفيجن دي هتحصل امتى؟ هتحصل بعد 2 اسبوع من الانفكشن، وبتعتمد على الاورجان افكتد وعلى النمبر اوف ذا لارفي ان ذا ماسل، فهي ممكن تبقى مايلد وممكن تبقى سيفير، بتعتمد على حاجتين، على الـ number of the larvae اللي موجودة وعلى الـ organ affected. إيه الـ general clinical manifestation اللي شافوها عند الناس اللي عندهم trichinosis؟ أول حاجة إن العين هيبقى عنده fever وعنده headache، عنده edema chiefly orbital edema، عنده muscle pain و tenderness و leukocytosis و eosinophilia، general weakness، العين عنده general weakness، كل حاجة ملخبطة.
طب سبب الدث لا قدر الله لو حصل في المرحلة دي بسبب ان عدد اللارفي كبير جدا والتشو اللي افكتد هي فايتال تشو، هو الانكيفالايتس والمايوكاردايتس والنمونيا. طيب الانسسمنت اند ريبير فيز او بسميها الكونفاليسنس ستيج، الكونفاليسنس ستيج دي هتحصل بعد من 3 ل 4 اسابيع من الانفكشن. كل اللي هيحصل ان السيمتومز هتمبروف. يبقى الانسسمنت دي هي مرحله ايه؟ مرحله ان اللارفي بعد ما لفت في السيركيوليشن وراحت للمسل ابتدى يحصل لها انسسمنت، ابتدى يبقى متكون حواليها سيست عشان تبقى انفكتيف ستيج. ده هيحصل بعد من 3 ل 4 اسابيع من الانفكشن والمانيفستيشنز هتقل. يبقى الكلينيكال بيكتشر بتاعتها تاني قسمناها لانتستاينال فيز ومسل فيز واخر حاجه الانسسمنت فيز. الانتستاينال انفيجن ده بيحصل بعد من 2 ل 7 ايام افتر ذا انفكشن، ممكن يبقى اسيمتوماتيك، ممكن يبقى معاها شويه نون سبيسيفيك جاسترونتستاينال ديستربنس. طيب الستيج بتاعه المايجريشن او المسل انفيجن دي بتحصل بعد اسبوعين من الانفكشن، بتعتمد على النمبر اوف ذا لارفي اللي موجوده في التشو وعلى الاورجان افكتد. ايه هي اهم المانيفستيشنز بتاعه المرحله دي؟ هي الفيفر والهيدك، ايديما شيفلي اوربيتال ايديما، مسل بين وتندرنس، ليكوسايتوزس وايزينوفيليا، وجنرال ويكنس. لو حصل ديث هيحصل بسبب المايوكارديتس والانكيفالايتس والنمونيا or even septicemia. طيب الانسسمنت ستيج من 3 ل 4 اسابيع after infection ان السيمبتومز هيحصل لها improvement. الدايجنوزس بتاعها مستحيل اقول finding the egg in the feces لسببين، اول حاجة ان هي larvae paras، تاني حاجة ان هي بتحط اللارفي بتاعتها في السب ميكوزا ديب ان ذا سب ميكوزا فبتفايند اتس واي للسيركيوليشن، مفيش حاجه بتنزل خالص، مفيش اي ستول اكزامينيشن في الترايكينوزس. طب هعمل ايه؟ احنا قلنا ان اللارفي دي موجوده في المسل، يبقى انا ممكن اخد مسل بايوبسي، هاخد حته من المسل واعمل لها كومبريشن ما بين تو سلايدز، او اعمل دايجيشن للمسل عشان اقدر اشوف السيست. اعمل لها دايجيشن في ايه؟ ببيبسين هيدروكلوريك اسيد، يعني احط لها بيبسين ده بياكل الايه المسل تشو عشان ابتدي اقدر اشوف السيست، واعمل لها اكزامينشن اندر الميكروسكوب عشان اشوف فيها ايه، عشان اشوف اللارفي. يبقى اول حاجه في الدايجنوزس اعمل مسل بايوبسي، اخد سبيسمن من المسل اعمل لها كومبريشن ما بين تو سلايد، او اعمل دايجيشن المسل تشو باي بيبسين هيدروكلوريك اسيد وابتدي اشوفها تحت الميكروسكوب علشان الاقي الانسيستد لارفي. تاني حاجة سيرولوجيكال تيست، ان انا ببتدي ادور على الانتي بوديز بتاعتها. وجود الايزينوفيليا ده بيبقى هايلي سجستيف، هي في حاجات كتير في لما البارازايتس موجودة في التشو بتعمل ايزينوفيليا، لكن الايزينوفيليا هنا لازم تبقى موجودة وبتبقى هايلي سجستيف لان يبقى العيان عنده موجودة في 80% up to 80% من الكيسز عندهم ايزينوفيليا، تبقى سجستيف لان العيان يعني ايزينوفيليا مع ان هو مثلا عنده history of pork eating مع muscle pain، يبقى خلاص الحاله دي ماشيه في سكه ان هي تبقى ترايكينوز. ايه الزينو دايجنوزس ده؟ الزينو دايجنوزس ان انا بجيب الماسلز اللي انا التشو اللي انا بقول سسبكتد ان هو يبقى انفكتد واعمل له فيد لايه لرات، اكله الالبينو رات وبعد كده اقتلهم بعد شهر عشان اعمل اكزامينشن للدايفرام بتاعهم، ده يعتبر ماسل عشان اشوف فيها الانسيستد لارفي. طبعا الزينو دايجنوزس دي بتبقى اكتر لابوراتوري، يعني بقى دي حاجه ان انا بس الزينو دايجنوزس بستخدم الانيمال في الدايجنوز، فانا بجيب السسبكتد تيشو اللي انا شاكه فيه واكله لالبينو رات، رات موجوده في المعامل، وبعد شهر اذبحهم علشان اشوف الدايفرام بتاعهم اشوف فيه انسيستد لارفي ولا لا. في بعد كده حاجه اسمها الانتروديرمال تيست او الباكمان تيست، ده برضو انتروديرمال تيست to detect the delayed hypersensitivity reaction، ان انا بدي للعيان الانتيجين في very diluted amount intradermally وبعد كده ابتدي ابص عليه اشوف عمل ريسيما وانديوريشن، يبقى العيان ده infected. هنا الانتيجين اللي هديهوله هو اللارفي diluted larvae، يحصل له ريسيما وانديوريشن at the site of infection، يبقى العيان ده زي الكازوني تيست وزي كل التستات الانتروديرمال اللي احنا خدناها، بس هنا بسمي التيست
باكمان انتروديرمال تيست. يبقى دايجنوزس اول حاجه هعملها ماسل بايوبسي، هاخد جزء من الماسل اعمل لها كومبريشن ما بين تو سلايدز او دايجشن للماسل تيشو باي بيبسين هيدروكلوريك اسيد، واعمل لها اكزامينشن تحت على السلايد اكزامينشن اندر مايكروسكوب، المفروض اشوف اللارفي. سيرولوجيكال تيست هدور على الانتي بوديز، الايزينوفيليا عاليه دي هايلي سجستيف، زينو دايجنوزس استخدم الانيمال في تشخيص الديسيز، واخر حاجه الانتروديرمال تيست او الباك مان تيست. البريفنشن بتاع الترايكينوزس ان انا عايز اعمل انترابشن لللايف سايكل، افتكر ان البيكس هيبقى فيها اللارفي فلازم اعمل بروبر بريدنج للبيكس، سترلايزنج للجاربج، وانتي رات كامبين لان البيكس بتعدي من الرات، يبقى لازم اعمل بروبر بريدنج للبيجز، سترلايزنج جاربج اند انتي ريت كامبين. بعد كده البيجز هيبقى جوه الماسلز بتاعتها الانسيستد لارفي، فاعمل انسبكشن للبورك ميت ات السلافر هاوسز في المجازر بتاعه البورك يوزنج ترايكينوسكوب، ابتدي ابص في الماسلز بتاعتهم على الانسيستد لارفي، ولو لقيتها طبعا يبقى اعدم البورك ده ما بيعهوش على ان هو يتاكل، فانسبكشن للبورك ميت ان السلافر هاوسز. بعد كده خلاص انا وصلتني لحمه البورك ومضطر ان انا اكله، اعمل لها بروبر ستورج وثورو كوكينج. بروبر ستورج للميت عند ماينس 15 درجه لمده 20 يوم او عند ماينس 30 درجه لمده 6 ايام علشان الستورج ده بيقتل الانسيستد لارف، وثورو كوكينج للميت. يبقى نمشيها اكوردنج لللايف سايكل، اول حاجه هعمل بروبر بريدنج للبيجز لان دول السورس اوف الانفكشن سواء سترلايزنج جاربج او انتي ريت campaign. بعد كده inspection للبورك ميت at the slaughter animals using the trichinoscope. اعمل للميت حاجتين، proper storage وthorough cooking. الستورج هيبقى عند minus 15 درجة سليزيس مدة 20 يوم او عند minus 30 لمدة 6 يوم عشان اقتل insisted larvae، وthorough cooking للبورك ميت علشان ال undercooked meat هي source of infection. اخر حاجة هنتكلم عليها في التشو نيماتودز هي الفلاريا، أو بنسميها فيشيريا بانكروفتي. فيشيريا بانكروفتي بتعمل ديزيز بسميه بانكروفتيان فلارييزس أو إليفانتيزس، اللي هو مرض الفيل. يبقى اسمها فيشيريا بانكروفتي، البارازايت اسمها فيشيريا بانكروفتي، بتعمل ديزيز بسميه بانكروفتيان فلارييزس أو إليفانتيزس. الجيوغرافيكال ديستريبيوشن بتاعها في التروبيكال أند سب تروبيكال كانتريز، موجودة في مصر. المورفولوجي عندنا ادلت ميل وفيميل ومايكروفلاريا وانفكتيف لارفي. الادلت بتبقى حوالي 3 سنتي والفيميل بتبقى ضعفها حوالي من 6 ل 8 سنتي. هي سيلندريكال وورم كريمي وايت في الكالر وليها راوندد اندز. المايكروفلاريا دي صورتها عشان دي الدياجنوستيك ستيج من 300 في 8 مايكرون، بتبقى ليها rounded anterior end زي ما انتوا شايفينها، rounded anterior end اللي تحت دي و tapering posterior end. يبقى هي عبارة عن cylindrical structure with rounded anterior end tapering posterior end، بتبقى 300 في 8 micron، بيبقى ليها loose sheath. sheath يعني غطى حوالين الworm، بيبقى loose يعني ايه loose؟ يعني هو tight على البودي بس projects beyond the head and tail، projects beyond the head and tail. تمام، البادي بتاعها بيعمل smooth curves. يعني ايه smooth curves؟ زي ما انتم شايفينه كده smooth curve، لان في حاجات بتعمل kinky curves. النيوكليي هي عباره كلها عن كولوم من النيوكليي، النيوكليي مرصوصه ورا بعضها. represents in nuclei دي represents the rudiments of the organ، يبقى دي عباره عن الريمنانس كده بتاعه الاورجن اللي هتتحول لادل. بعد كده النيوكليي ما بتوصلش لحد التيب اوف ذا تيل. ليه المايكروفلاريا بنتكلم عليها بالتفصيل؟ علشان دي الدياجنوستيك ستيج، دي اللي موجوده في الدم، لما بسحب عين الدم الاقي فيها المايكروفلاريا يبقى العيان ده عنده المرض اللي اسمه إليفانتيزس او بانكروفتيان فلاريز. يبقى تاني المايكروفلاريا هي 300 في 8 مايكرون، بتبقى سيلندريكال ويز راوندد انتيرير اند وتابرنج بوستيرير اند. البادي بتاعها بيتكون من كولوم من النيوكليي وذا تيل بيبقى فري من النيوكليي وعليها لوز شيث. الشيث بيبقى تايت على البادي وبروجكتس بيوند ذا هيد اند تيل، عشان كده سميته لوز شيث. الانفكتيف لارفي دي
1.5 مليمتر في 20 مايكرون، بيبقى ليها سلندريكال اسوفجس. الانفكتيف لارفي دي انا مش هشوفها لان دي بتبقى موجوده في الحشره اللي هتقرصني، الانفكتيف ستيج. تمام، يبقى اللي يهمني هي شرح المايكروفلاريا في المورفولوجي لان دي الدايجنوستيك ستيج. طيب ايه اللايف سايكل بتاعتها؟ الادلت عايشه في الليمفاتكس والليمف نود اوف ذا مان، في الليمف فيسل والليمف نود اوف ذا مان، سبيشالي بتاعت اللور ليمف، هي عايشه في الليمف فيسل والليمف نود اوف ذا مان سبيشالي في اللور ليمف. هتبتدي هي لارفي بيرس ولا اوفي بيرس؟ لا هي لارفي بيرس، هتحط حاجه بسميها مايكروفلاريا، اللارفا بتاعتها بسميها مايكروفلاريا. هتبتدي الفيميل تحط المايكروفلاريا، المايكروفلاريا دي هتريتش البلاد، تروح للبلاد وتفضل موجوده فيها. تظهر امتى في البلاد تحديدا؟ بتظهر نوكتورنال يعني ات نايت. فلما اجي اسحب عينه الدم عشان اشوف المايكروفلاريا اسحبها من 10 بالليل ل 2 الصبح، ده اكتر وقت بتبقى المايكروفلاريا موجوده في البلاد فيه. يبقى الادلت عايشه في الليمف فيزل والليمف نود بتاعه الانسان، هو الديفينيتيف الاونلي ديفينيتيف هوست، وتبتدي تحط المايكروفلاريا، المايكروفلاريا دي تريتش البلاد، تظهر في البلاد ات نايت. تيجي ناموسه موسكيتو تقرص الانسان، تاخد منه بلاد ميل، ناموسه بتتغذى على الدم بتاع الانسان، تاخد منه البلاد ميل، البلاد ميل دي فيها المايكروفلاريا. ايه الناموسه؟ اسم الناموسه ايه؟ موسكيتو اللي بتقرص، كيوليكس او اييدس، ورير ان هي تبقى النوع اللي بيسميه انوفلس. كل ده هناخده بالتفصيل في الانتمولوجي في الحشرات، بس نبقى عارفين ان اللي بتنقل مرض الفلاريا اسمها كيوليكس او اييدس او انوفلس موسكيتو. تيجي الموسكيتو دي تقرص الانسان اللي عنده في دمه مايكروفلاريا، مايكروفلاريا تروح للجت بتاعه الموسكيتو، تروح لامعاء الموسكيتو، في الامعاء بتاعه الموسكيتو او في الاستومك تحديدا تتحول، تحصل لها مولت مرتين، تتحور مرتين، مره كده بتبقى سوساج فورم شبه السوسيس، وبعد كده تتحول ل ثيرد ستيج لارفا او بسميها فلاري فورم لارفا، هي الانفكتيف ستيج. يبقى تاني الانسان عايش عنده الادلت في الليمف نود والليمف فيسل، هي لارفي بيرس، هتحط المايكروفلاريا، المايكروفلاريا تظهر في البلد تحديدا during a night من 10 بالليل ل 2 الصبح. بعد كده تيجي الموسكيتو اللي هي كيوليكس او اييدز او انوفلس موسكيتو، تقرص الانسان، تاخد منه بلاد ميل فيها المايكروفلاريا، جوه المايكرو جوه الجد بتاعه الموسكيتو تتحور، تعمل مولت كذا تايم عشان تتحول في الاخر لفلاري فورم لارفا او ثيرد ستيج لارفا او الانفكتيف ستيج. الانفكتيف ستيج دي موجوده في الجد بتاعه الموسكيتو، تطلع لحد الماوث بتاع الموسكيتو اللي بسميه الليبيم، تبقى موجوده في الليبيم بتاع الموسكيتو. ليه؟ عشان لما تيجي تقرص هيلثي بيرسون تاني وهي جايه تاخد منه دم تديله الانفكتيف ستيج اللي هي الثيرد ستيج لارفا او الفلاري فورم لارفا. يبقى احنا قلنا الهابيتات عايشه فين؟ عايشه في الليمف نود والليمف فيسل بتاعه الديفينيتيف هوست اللي هو المان. الفيكتور بتاعها يعني ايه فيكتور؟ يعني الانترميديت هوست اللي بينقل لي. الفيكتور هو عباره عن ارثروبود هينقل لي الديزيز. هنا اللي هو الانترميديت هوست يعني هيبقى اسمه ايه؟ الفيميل موسكيتو. ليه الفيميل؟ عشان الميل بيبقى ساكنج، ما بيتغذاش على دم الانسان، الفيميل هي اللي بتتغذى، فهي الفيميل موسكيتو هتبقى كيوليكس او اييدز او رير ان هي الانوفلس. طب النوع اللي في مصر اسمه ايه؟ هو الكيوليكس المين فيكتور بتاعنا. انفكتيف ستيج هي الثيرد ستيج لارفي او الفلاري فورم لارفي. طب المود اوف انفكشن، البايت اوف ذا انفكتد فيميل انوفلس موسكيتو اللي هي كيوليكس او اييدز او انوفلس، جواهم الانفكتيف ستيج اللي هي الفلاري فورم لارفي او ثيرد ستيج لارفي. ايه الكلينيكال بيكتشر اللي هتعملها؟ اول حاجه ممكن تبقى اسيمتوماتيك فلاريزيس اكسيدنتالي ديسكفرد، والكلام ده بنشوفه في الانديميك اريا بتاعتها، ممكن تبقى اسيمتوماتيك، عيان بالصدفه بنعمل له بلاد اكزامينشن نلاقي المايكروفلاري موجوده في البلاد. تمام، ده مين لي في الانديميك اريا. بعد كده الاسيمتوماتيك هيبقى فيها مرحلتين،
inflammatory filariasis وده بيبقى early، وبعد كده obstructive filariasis وده بيبقى later on. ال inflammatory manifestation إن هتعمل inflammation في الليمف vessel والليمف نود، يبقى manifested بإيه؟ بlymphangitis. يعني إيه lymphangitis؟ يعني inflammation of the lymph vessel. ولمفادينيتس يعني inflammation of the lymph node. مع أي inflammation في الجسم بيبقى فيه fever وفي نوزيا وفوميتنج، يبقى ده الـ early inflammatory filariasis. سببه إن هيحصل inflammation في الليمف vessel والليمف نود بسبب وجود الأدلت في الهابيتات بتاعها اللي هو الليمف vessels والليمف نود، وبتسكريت toxic products فبتعمل inflammation. inflammation of the lymph vessel والليمف نود هسميهم lymphangitis ولمفادينيتس، هيبقى معاها fever ونوزيا وvomiting. طيب الـ obstructive filariasis ده اللي هيحصل later on بعد ما يحصل inflammation في الليمف vessel والليمف نود، هيحصل فيهم heal بفايبروزس. فالفايبروزس ده يعمل obstruction of the lymph vessel. فلما يحصل لي obstruction of the lymph vessel يحصل dilatation في الليمف vessel proximal to the obstruction ورابشر للديستندد لمفاتكس، فيبتدي يحصل ايه؟ يحصل ايديما في السكن، وبعد كده السكن يبقى دارك وثيكند وفيشرد، يعمل لي المرض اللي هو بسميه الاليفانتيزس. ده المنظر اللور لمب، لان هي بتيجي اكتر في اللور لمب من الابر لمب، غير ان هي تيجي في الابر لمب. فده منظر الايه؟ الاوبستراكتيف فلاريزس او مرض الاليفانتيزس اللي بيحصل. يبقى ممكن يبقى اسيمتوماتيك accidentally discovered during the blood examination، وده بشوفه في الانديميك اريا في الاماكن اللي فيها فلاريا كتير. بعد كده السيمتوماتيك هيبقى فيه early inflammatory filariasis وفي obstructive filariasis. ال early inflammatory filariasis inflammation of the lymph vessel والlymph node، وبيبقى manifested بفيفر ونوزيا وvomiting. ال obstructive filariasis ان الانفلاميشن ده يهيل بفايبروزس، افلي الليمف vessel فيبتدي يتجمع الليمف ويحصل له ليكج ويحصل رابشر اوف الديستندد لمفاتكس ده، ويعمل منظر الهيوج لمب او بسميه الاليفانتيزس اللي احنا شايفينه. ان السكن زي ما انتم شايفين الراجل رجله بقت عامله ازاي، السكن بيبقى دارك وثيكند وفيشرد وفيري هيوج لمب، وبسمي ده المرض ده الاليفانتيزس. ايه الدياجنوزس بتاع الفلاريا؟ احنا قلنا ان هنعمل blood examination عشان اشوف فيها الدياجنوستيك ستيج، وهي المايكروفلاريا. ده هعمله امتى؟ هعمله during night. ليه؟ عشان المايكروفلاريا بتظهر في البلد during night. طيب لو انا مش قادرة اخد العينة من العيان الساعة 2 بالليل او من 10 بالليل ل 2 الصبح، هعمل له سيرولوجي ان انا ابتدي ادور على antibodies للفلاريا. ممكن اعمل intradermal test ان انا احقن diluted amount من الانتيجين واشوف الرياكشن اللي هيحصل. الدياجنوزز بتاعها هعمل بلاد اكزامينيشن عشان اشوف المايكروفلاريا، ممكن اعمل سيرولوجي عشان اعمل ديتكشن للانتي بوديز، او انترا ديرمال تيست. ثانك يو.